في هذه الحلقة سوف نتكلم عن نبي جديد، وكلنا يذكر في الحلقة الماضية لما توفي نبي الله داود عليه السلام صاحب المملكة العظيمة، وشهد بنو إسرائيل جنازة عظيمة لداود عليه السلام. كلنا يذكر أن سليمان عليه السلام كانت تعرفه بنو إسرائيل، كان معروفا عندهم بحسن خلقه ودينه وإيمانه مثل أبيه، فأحبوه وأحب أباه. فلما تولى الحكم سليمان عليه السلام تولى الحكم في بني إسرائيل، وكان قد أعطاه الله عز وجل منطق الطير والوحش، حتى النمل كان يعلم كلامها سليمان عليه السلام، الحشرات، الوحش، الطيور، الحيوانات، الطائرة والزاحفة، كلها كان يفهم منطقها سليمان عليه السلام. جمع الناس جميعا في ذلك اليوم، أراد أن يخبرهم أنني قد حصلت على الحكم، قد حصلت على الملك. في مثل هذا اليوم جمع الناس والوحش والطيرة وقال لهم: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان، بدأت الإنس والجن والوحش والطير تتجمع لسليمان، ما أعظمها من مملكة، أعظم ملك على وجه التاريخ سليمان عليه السلام، أعظم مملكة أعطيها إنسان على وجه الأرض أعطيت لسليمان عليه السلام. حتى إذا حشر له الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي ينظمون، الجيش يعرف مكانه، جيش من الإنس، جيش من الجن، جيش من الوحش، يظللهم الطير، أي عظمة هذه وأي ملك هذا؟ إنه ملك سليمان عليه السلام. وحشر لسليمان جنوده من الإنس من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. سليمان عليه السلام أحيانا كان يمشي ويسمع صوت النمل. في يوم من الأيام قحطت الأرض وأجدبت الأرض وأصابهم سنين قحط، فإذا بسليمان عليه السلام يريد أن يخرج يطلب المطر من السماء، الاستسقاء، وهو في الطريق رأى نملا قد خرج من جحره، فإذا بنملة قد استلقت على ظهرها، رفعت قوائمها إلى السماء تدعو الله عز وجل أن يسقيهم المطر. فقال سليمان عليه السلام لأصحابه: ارجعوا إلى بيوتكم. قالوا: لما يا نبي الله؟ قال: ارجعوا إلى بيوتكم. قالوا: لما؟ قال: قد كفيتم، أي سيستجيب الله لهذه النملة وسيسقيكم المطر. في يوم من الأيام كان سليمان مع جيشه يمشي عليه الصلاة والسلام، يمشي في البراري، يمشي في الصحراء، يمشي في الغابات، يمشي بين ملكه، وإذا به يقترب من واد للنمل والجيش لم يكن يعلم أن هناك واد للنمل في طريقهم. فسمع سليمان صوت نملة تحذر قومها: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. النملة تحذر قومها: يا قوم ادخلوا مساكنكم. لما؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. من أعلم النملة بسليمان؟ من أدراها باسمه؟ كيف عرفت جيش سليمان وملك سليمان؟ الأرض كلها تعرف من سليمان عليه السلام. سليمان لما وصله حديثها ضحك، تبسم ضاحكا من قولها، أي نعمة هذه التي أنعمها الله عز وجل عليه، فتبسم ضاحكا من قولها، لكنه مباشرة نسب الفضل لله وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يدعو الله عز وجل أن يعينه على شكر هذه النعم، ويمضي سليمان عليه السلام.
قصص نور وقصص قصص نور وقصص. في كل يوم سليمان عليه السلام يتفقد الطيرة، الوحشة، الإنس، الجنة، كل جيشه كان يتفقده سليمان عليه السلام، فهو صاحب أكبر مملكة في ذلك الزمان، هو يملك الدنيا، فلهذا كان كل يوم يتفقد جيشه. وليس كل الجيش يتفقد الأفراد الأساسيين، وهو يتفقد الطير، افتقد طيرا ليس في مكانه. أي طير هذا؟ إنه الهدهد. سأل عنه سليمان، لم يعلم به أحد. أين ذهب؟ ولم تخلف عن موقعه؟ فسليمان كان رجلا حازما، نبي الله لم يكن يجلس في بيته وغيره يتفقد جيشه ويتفقد أفراده، بل كان هو بنفسه يتفقد الأفراد. وتفقد الطير، غضب لما افتقد الهدهد، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لئن رأيت هذا الهدهد ولم يكن معه عذر لو عذبنه عذابا شديدا. وإن كان خائنا قد ذهب إلى جيش آخر، إلى جيش من جيوش الأعداء، فلأذبحنه، لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو يأتيني بعذر لتخلفه، أو ليأتيني بسلطان مبين. هذا جهاد في سبيل الله، هذه حماية دولة تعبد الله عز وجل، وأمة من الأمم تعبد الله جل وعلا. الأمر ليس بالهزل، القضية ليست لعب. لو يتخلف فرد واحد من أفراد الجيش فإنه لابد إما أن يعذب أو يذبح ويقتل أو يأتي بعذر سديد. الطير ما لبث سليمان عليه السلام فترة إلا ورجع. رجع الهدهد إلى سليمان، قال ما الذي أخرك؟ ما الذي جعلك لا تأتي إلى مكانك في كل يوم؟ قال يا سليمان، يا نبي الله، لا تستعجل علي، فقد جئتك بخبر عظيم وبنبأ يقين. ما هو هذا النبأ؟ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ. فلسطين كانت موقع سليمان عليه السلام، وذلك الطير جاء من سبأ من اليمن. تخيلوا المسافة بين فلسطين واليمن، وهذا الطير يأتي مسرعا إلى سليمان عليه السلام ليأتيه بالخبر، ما الذي أخرك؟ قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين، خبر موثق أكيد يقين. ما هذا الخبر؟ إني وجدت امرأة تملكهم، هناك امرأة تحكم الناس ولها عرش عظيم. من هذه المرأة؟ إنها بلقيس، امرأة تحكم الناس وعندها قصر عظيم وعرش عظيم، والأمة هنا كلها ترزخ تحت حكمها. ما الأمر الغريب؟ اسمع يا نبي الله، وجدتها وقومها يسجدون للشمس، يسجدون للشمس من دون الله. الله أكبر، الطير يستنكر، كيف أمة من الناس الذين أعطاهم الله العقل والملك العظيم ويعبدون غيره جل وعلا، يعبدون أي شيء، يعبدون الشمس؟ استنكر الهدهد هذا، قال ألا يسجدوا لله، الهدهد لا يرضى بعبادة غير الله، قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. سليمان عليه السلام صدم بهذا الخبر. سليمان عليه السلام أراد أن يتأكد من هذا الهدهد، هل هو صادق في حديثه أم هو كاذب؟ لأن نبي الله سليمان لا يصدق أي كلام عن أي إنسان هكذا. قال سوف أكتب لك رسالة صغيرة، فتأخذ هذه الرسالة وتلقيها على هذه المرأة التي وصفت، التي اسمها بلقيس. قال تلقي هذه الرسالة عليها ثم انظر ماذا تفعل هذه المرأة. ذهب الهدهد وحمل هذه الرسالة وألقاها على بلقيس ونظر ماذا تفعل بلقيس.
بلقيس فتحت الرسالة التي تعجبت من أين جاءتها، من أين نزلت عليها هذه الرسالة. فتحت الرسالة الصغيرة فإذا مكتوب فيها: إنه من سليمان، المرسل سليمان نبي الله، وإنه بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أي مسلمين لله مستسلمين لي. إياكم أن تتكبروا على دين الله عز وجل وعلى عبادة الله جل وعلا. جمعت بلقيس الملأ في قصرها وسألتهم: ماذا أفعل؟ الوزراء، الملأ، المقربون، أهل الجيش، المدافعون عن البلد، جاءت بهم بلقيس تسألهم: ماذا أفعل، ماذا أصنع؟ فإذا بهم يحرضون بلقيس على القتال. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري فانظري ماذا تأمرين. لكن بلقيس كانت أعقل منهم، كانت أعقل من هؤلاء الرجال. قالت بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله عز وجل مؤيدا بلقيس: وكذلك يفعلون. إذا ماذا نصنع يا بلقيس وماذا نفعل؟ ربما يأتينا سليمان بجنوده وجيشه. قالت: سوف أرسل لهم هدية، هذه الهدية قافلة كبيرة محملة بالذهب والفضة والمجوهرات وكل ما يهنأ به الإنسان. سوف أحمل هذه القافلة بهذه الأموال والمجوهرات والذهب والفضة وأرسل بها إلى سليمان، فإن كان نبيا كما يزعم وكما يدعي فإنه لن يقبل بهذه الأموال، وإن كان من أهل الدنيا فستسكته هذه الأموال. وفعلا فعلت بلقيس ما أرادت وأرسلت قافلة كبيرة محملة بالذهب والفضة والمجوهرات إلى من؟ إلى نبي الله سليمان. فلما جاء الرجل الرسول مع هذه القافلة قال: ما هذه القافلة؟ قال: إنها هدية يا سليمان. قال: ممن هذه الهدية؟ قال: إنها هدية من بلقيس، من ملكة سبأ، لك أنت يا سليمان. علم سليمان أنها رشوة تريد أن ترشي نبي الله عليه الصلاة والسلام. وهل سليمان يرشى؟ وهل سليمان يقنع بشيء من حطام الدنيا؟ قال وهو غضبان: أتمدونني بمال؟ أنا تعطوني مالا؟ سليمان الذي له ملك عظيم قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير، خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ثم قال للرسول: ارجع إليهم، ارجع بأموالك وذهبك كله إلى بلقيس. ثم جمع الملأ وجمع جيشه وجمع خاصته سليمان عليه السلام وهو غضبان. جمع هؤلاء الناس الملأ المقربين، جمعهم سليمان وهو يستشيرهم مع أنه نبي الله. قال لهم: من الذي يستطيع أن يأتيني بعرشها، كل عرشها وكل قصرها؟ أريده أن يكون بين يدي الآن، عرشها وسريرها الذي وصفه لي هذا الهدهد. وقال: إن لها عرش عظيم، أريد هذا العرش العظيم أن يأتيني أنا هنا الآن. هذه المرأة تظن أنها ترشيني لأقف عن دعوتي إلى الله جل وعلا، ماذا تحسب نفسها فاعلة؟ أريد أحد منكم أن يأتيني بعرشها الآن قبل أن يأتوني مسلمين، أي سوف يستسلمون وسوف يذعنون لله عز وجل وسوف ينزلون على حكمي، لكن قبل أن يأتيني بأنفسهم يجب أن يأتيني أحدكم بعرشها، من الذي يقدر؟ قال: عفريت من الجن. وسليمان سخر الله له الإنس والجن. قال: عفريت من الجن، يا سليمان تريد عرشها؟ أنا آتيك بعرشها قبل أن يأتيك نصف النهار، لأن سليمان كان يبدأ من أول النهار ولا يقوم من مقامه إلا منتصف النهار. قال: قبل أن يأتي منتصف النهار تجد عرشها أمامك. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين.
أعظم صفتين يتحلى بهما الأجير القوة والأمانة. قال أنا قوي يا نبي الله، وأنا أمين أيضا يا نبي الله، آتك بعرشها العظيم كله قبل أن تقوم من مجلسك. سليمان عليه السلام كأنه استبطأ الأمر، كأنه لم يرضى بهذا الأمر. من الفجر إلى الظهر وقت طويل وزمن طويل، أريد أقصر من هذا. قال الذي عنده علم من الكتاب، الله أعلم، قد يكون من الإنس قد يكون من الجن، لكن أعطاه الله علما. قال يا سليمان، إذا أردت عرش بلقيس فإنك ما تطرف ببصرك، ما تغمض عينيك أو يذهب بصرك إلى أبعد مكان ثم يرجع مرة أخرى إلا وترى عرشها أمام عينيك. قال سليمان، إذن لك ما أردت، افعل هذا، أي ائتني بعرشها قبل أن يرتد إلي طرفي. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وإذا بسليمان يغمض عينيه، فلما فتحهما رأى عرش بلقيس العظيم أمام عينيه. فلما رآه مستقرا عنده ماذا قال سليمان؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني، هذه نعمة من الله. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا فضل الله عز وجل وهو اختبار لي، هل أشكر الله عز وجل على هذه النعمة؟ أي نعمة هذه؟ وأي ملك هذا أعطاه الله لسليمان؟ وأي عزة هذه؟ يغمض عينيه فيفتحهما وإذا عرش بلقيس العظيم أمامه في فلسطين. وبلقيس أين هي؟ في اليمن. وتخيلوا المسافة من اليمن إلى فلسطين بغمضة عين والعرش أمامه. ثم قال لجنوده والجن الذين يخدمونه، نكروا لها عرشها، بدلوا العرش، اجعلوا الذي في الأعلى في الأسفل وفي اليمين في اليسار، بدلوا هذا العرش، نختبرها هل تعرف عرشها أو لا تعرفه. فلما وصلت بلقيس وأذعنت لسليمان عليه السلام سألها سليمان، هل هذا عرشك؟ أهكذا عرشك؟ كانت ذكية عاقلة، ما قالت نعم ولا قالت لا، قالت كأنه عرشي. لم تثبت ولم تنفي لعقلها وحكمتها، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. ما الذي منع بلقيس أن تعبد الله؟ أنها كانت من قوم كافرين، هذا هو السبب الذي صد بلقيس عن عبادة الله عز وجل. قومها وعبادة قومها هي التي صدتها عن عبادة الله، وإلا عقلها لكان لوحده دلها على الله عز وجل. قصص نور، قصص نور، قصص. قال لها سليمان بعد أن رأت عرشها، بعد أن عرفت قصرها، الآن أدخلي إلى قصري. دخلت بلقيس قصر سليمان عليه السلام. أي قصر هذا؟ أي صرح هذا؟ لما دخلت داخل القصر وجدت فيه نهرا يجري، نهر داخل هذا القصر. أي عظمة هذه؟ أي خلق خلقه الله عز وجل وسخره لسليمان عليه السلام فبنى هذا القصر العظيم؟ النهر يجري داخل القصر. دخلت بلقيس إلى داخل القصر وقد كانت لبست ثيابا طويلة، فرأت النهر يجري، رأته لجة، فرفعت ثيابها وكشفت ساقيها لتدخل داخل النهر. فقال لها سليمان وهو يبتسم، يا بلقيس، يا بلقيس، لا تكشفي عن ساقيك، هذا النهر الذي يجري داخل القصر إنه مغطى. مغطى؟ وبأي شيء قد غطي؟ مغطى بالقوارير، إنه زجاج لا ترينه يا بلقيس، زجاج غطي به هذا النهر، فامشي عليه يا بلقيس. قيل لها ادخل الصرح، قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، رفعت ثيابها لتدخل في النهر. قال إنه صرح ممرد، مغطى،
إنه صرح ممرد من قوارير. عجبت بلقيس التي كانت تظن أن عرشها أعظم عرش وأن قصرها أعظم قصر، لما رأت سليمان وقصر سليمان عرفت معنى القصر. ذهبت وجلست مع سليمان عليه السلام، أخذ يعلمها دين الله عز وجل، علمها معنى التوحيد وأن عبادة غير الله عز وجل لا تجوز. نبي يعلم بلقيس دين الله جل وعلا، فعرفت أنها قد ظلمت نفسها. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. آمنت بلقيس بالله وآمن قومها بالله عز وجل. ظل سليمان عليه السلام يدعو إلى الله جل وعلا ويجاهد في سبيل الله. في يوم من الأيام كان يستعرض الخيل أمامه، الصافنات، الجياد السريعة المضمرة التي يقاتل بها المجاهدون في سبيل الله عز وجل. وقت العصر استعرض الخيول، الصافنات، الجياد. طال عليه الوقت ولم يشعر به حتى غابت الشمس وتوارت بالحجاب ونسي أن يصلي لله عز وجل. إذ عرض عليه بالعشي العصر الصافنات الجياد، فندم واستغفر ربه، قال رب إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أحببت الخيل واستعراضها عن ذكر ربي عز وجل، حتى توارت بالحجاب، حتى غابت الشمس وذهب وقت الصلاة. فنادى سليمان عليه السلام بجنوده أن ردوا علي الخيول كلها، فقربها لله عز وجل وذبحها لله جل وعلا وفرق لحومها على الفقراء والمساكين. ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ذبحها كلها لمن؟ لله عز وجل. قربها لمن؟ لله جل وعلا. ذبح الخيول. سليمان عليه السلام يفعل هذا لما؟ فاتته صلاة واحدة. أي شيء يضيع علي الصلاة لا يستحق معي البقاء، أي شيء يلهيني عن ذكر الله عز وجل لا يبقى معي. لكنها الخيول التي تسافر عليها يا سليمان، الخيول التي تقاتل بها يا سليمان. ماذا سيفعل سليمان الآن؟ كيف سيسافر بعد اليوم؟ كيف سيتفقد مملكته سليمان عليه السلام بعد أن ذبح الخيول؟ ما قصة سليمان عليه السلام مع الريح؟ وأي بساط يحمل عليه؟ ما قصة سليمان عليه السلام مع الجن والشياطين؟ وكيف سخرت لنبينا سليمان عليه السلام؟ ما الذي حصل بينه وبين الجن والشياطين؟ وكيف كانت تخدم سليمان؟ ماذا فعلت الجن قبل موته وبعد موته؟ بل ما حكاية موت سليمان؟ وكيف كان موته عليه الصلاة والسلام؟ كيف مات سليمان؟ وما خبر موته؟ وكيف ظل بعد موته فترة من الزمن؟ هذا ما سوف نشاهده بإذن الله عز وجل وبركاته. ذكرنا لكم في الحلقة الماضية كيف أن سليمان عليه السلام أعطاه الله عز وجل ملكا عظيما وحكما وفهما، وماذا حصل بينه وبين وادي النمل ومع الهدهد، وقصته مع بلقيس التي في النهاية أذعنت لأمره ولحكمه، بل قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. سخر الله عز وجل لسليمان الجنة والطيرة والوحشة والإنس، سخر له ملكا عظيما وخلقا كبيرا. لمن؟ لسليمان، ذلك النبي الملك. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن سليمان عليه السلام سأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة، وهذه الأدعية دعاها سليمان عليه السلام بعد أن جدد بناء بيت المقدس، فقد بني في عهد سليمان بناء عظيما
لما أعطاه الله القوة والملك وسخر له الجن والشياطين والإنس والوحش والطير والريح بنى بيت المقدس. فلما اكتمل بناء بيت المقدس رفع يديه إلى السماء ودعا ربه بثلاث، فأعطاه الله عز وجل اثنتين. أما الأولى قال: اللهم إني أسألك حكما يوافق حكمك، فأعطاه الله عز وجل. اللهم الثانية: إني أسألك ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأعطاه الله عز وجل الثانية. أما الثالثة فإنه ما خرج أحد من بيته يريد الصلاة في بيت المقدس لم يخرجه إلا الصلاة، فلا يرجعن إلا من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي نقي الذنوب والخطايا. فمنعه الثالثة. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: أرجو أن تكون لنا، أرجو أن يعطينا الله عز وجل هذه الثالثة، أي لا يصلين أحد في بيت المقدس إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أي بيت هذا؟ أي بقعة تلك؟ فحم الله عز وجل سليمان وأعطاه الحكمة. في يوم من الأيام جاءت امرأتان تحتكمان عند سليمان عليه السلام. خرجت المرأتان كبيرة وصغيرة، كل منها عندها ولد رضيع، فخرجتا إلى الصحراء. وهن في تلك الصحراء جاء ذئب فعدى على طفل واحد منهما فأخذه وافترسه، فمات طفل وبقي الآخر. فتنازعت المرأتان الطفل الذي بقي، فقالت الكبيرة: ابني، وقالت الصغيرة: ابني، فتنازعتا في ذلك الطفل. فذهبتا إلى من؟ إلى سليمان عليه السلام. فلما جاءتا إلى سليمان قالت الكبيرة: يا نبي الله إنه ابني، وقالت الصغيرة: إنه ابني. فتنازعتا عند سليمان فقال سليمان: ائتوني بالسكين. فجاء أصحابه بالسكين: ماذا تريد أن تفعل يا سليمان؟ قال: ائتوني بهذا الرضيع، هذا الطفل. فجيء بالرضيع بهذا الطفل، فقال سليمان عليه السلام: سأشقه نصفين، نصف للكبيرة ونصف للصغيرة. ماذا ستفعل؟ سأشق الطفل نصفين. فسكتت المرأة الكبيرة، خافت وسكتت. أما الصغيرة فنطقت فقالت: يا نبي الله أعطها الطفل، أعطها الطفل فإنه لها. خافت على الطفل أن يشق نصفين، فعلم سليمان أن الصغيرة هي أمه فدفع الطفل إليها. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فهم الله سليمان وأعطاه الحكمة وأعطاه العلم. كل منا يذكر أن سليمان عليه السلام لما أشغلته الخيل عن صلاته قبل غروب الشمس في وقت العشي ذبح الخيل لله عز وجل، نحرها لله جل وعلا، وتصدق بها على الفقراء والمساكين. نحر الخيل لمن؟ لله جل وعلا، تبرع بها. فعوضه الله عز وجل بما؟ عوضه الرب عز وجل بأن سخر له الريح. يا الله، الريح سخرت لمن؟ لسليمان عليه السلام، الرياح. فكان يضع مثل الخشبة الكبيرة التي صنعت له فتحمله الريح حيث شاء. فكان يكون في الفجر في دمشق، وفي الظهر يكون في بلد بينها وبين دمشق مسيرة شهر، والعصر يكون بينها وبين تلك المنطقة مسيرة شهر. ولسليمان الريح تحمله الريح في السماء فتحمله إلى أي أرض شاء. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. الله عز وجل سخر لسليمان الريح تسيره حيث شاء. ليس هذا فقط، بل سخر الله عز وجل لسليمان الجن والشياطين، فهي مسخرة لمن؟ لسليمان عليه السلام. فالشياطين منها البناء التي تبني له المباني، ومنه الغواص الذي يدخل في البحر فيخرج ومعه الجواهر واللآلئ، كلها بأمر من؟ سليمان عليه السلام. والشياطين كل بناء وغواص. سخر الله عز وجل لسليمان الجن والإنس والطيرة والوحشة، كل ما على الأرض مسخر لما؟
لسليمان عليه السلام: أي نبي هذا؟ أعطي ملكا لم يعطى أحد من قبله ولا من بعده، إنه سليمان أحب الله أنبياءه فأعطاهم ما أرادوا، حتى الجن والشياطين كانت تصنع له أمورا لا يتخيله أي إنسان، فالمحاريب التي في المساجد، المحاريب التي في البيوت، البنيان تعمل الجن له هذا، ليس فقط المحاريب بل حتى التماثيل، وكان جائزا في شرعهم، حتى التماثيل كانت تصنع له الجن هذا، الجفان مثل الأحواض الكبيرة كانت تصنع لسليمان عليه السلام كالجواب، وكذلك القدور التي ترسى في الأرض، قدور عظيمة لا تحمل، بل ترسى في الأرض، كان يصنع لها الطعام وفيها الطعام ويوزعها على الفقراء والمساكين. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب مثل الأحواض وقدور الراسيات. كل هذا لمن؟ لنبي الله سليمان. أما الشياطين التي تعصي أوامره فإنها كانت تحبس. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، أي كل من عصى سليمان عليه السلام فإنه مربوط بالأصفاد وبالسلاسل، بل كانت الشياطين تهابه، تهاب سليمان عليه السلام. كم حارب الكفار والمشركين، كم حارب السحرة، وكان يستولي على ما يعملونه من سحر وشعوذة فيدفنه تحته، تحت كرسيه عليه الصلاة والسلام. وجاءت اللحظات الأخيرة، جاءت لحظات وفاة هذا النبي الذي ملك ملكا عظيما، الذي بنى بيت المقدس بناء كبيرا. جاءت الساعات الأخيرة، لحظات وفاة هذا النبي، أحس أنه سيموت، ولكنه علم أنه إذا مات فإن الشياطين ستفسد في الأرض مرة أخرى، ستطلق من حبسها. وكانت الشياطين إذا دخل نبي الله إلى بيت المقدس تخاف أن تدخل، فإذا دخل شيطان ونبي الله يصلي في بيت المقدس احترق مباشرة، يحترق، فكانوا يخافون، وكانوا ينظرون إليه من بعض النوافذ، وكانوا يتطايرون يمنة ويسرى، فينظرون إلى سليمان عليه السلام هل هو يصلي أم هو خارج بيت المقدس. فلما أحس سليمان بموته أخذ عصاته، وكان عنده عصا تسمى المنسأة بلغة أهل اليمن، تسمى المنسأة، أخذ عصاته فاتكأ عليها وقام يصلي لله عز وجل في بيت المقدس. فلما حانت منيته كان قائما يصلي، قبض الله عز وجل روحه فاتكى على العصا فلم يسقط على الأرض، فظن الجن وظنت الشياطين أن سليمان لا زال يصلي، وكان أحيانا يظل في بيت المقدس شهورا يعتكف لله عز وجل، فظل يصلي ولم تمس الأرض ولا الدواب جسد سليمان. لما؟ لأنه نبي، والأنبياء لا تمس أجسادهم بل يحفظها الله عز وجل حتى بعد موتهم. فاتكى على العصا، وكانت الجن خائفة، وكانت الشياطين مرتعبة تظن أن سليمان لا زال يصلي. شهر، شهرين، أربع، خمس، قيل ظل سنة كاملة على هذه الحال. لكن ما الذي حصل؟ دابة الأرض، وكان المسجد من تراب، دابة الأرض بدأت تأكل الأرض، بدأت تأكل من العصا المنسأة، بدأت تأكل من العصا وتنخر في العصا وتنخر في العصا، حتى رقت العصا فسقط سليمان عليه السلام. فانتشر الخبر عند الناس أن مات نبي الله وأطلقت الشياطين. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا من؟ ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، تأكل عصاته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب، علمت الإنس وفهمت الجن أن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، لو كان يعلمون الغيب لعلموا موت سليمان، ما دروا بموته. فلما خر تبينت الجن
ظنوا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فأطلقت الشياطين وعاثوا في الأرض فسادا وحفروا تحت كرسيه، فأخرجوا السحرة وقالوا للناس هذا ورث سليمان، هذا علم سليمان، فنسبوا لسليمان عليه السلام السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قصة نبي من الأنبياء هنا ختمت صفحة وطويت، ما أحلاها من قصة وما أعظمها من عبر مع نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام.